وأقول إن الأمة الإسلامية بحاجة الآن إلى أن تتكاتف معا ضد ما يحيطها بها من أخطار، إيران والدول والمشرق السني والمغرب السني وكل الدول الإسلامية لابد أن تتكاتف وأن تكون قنبلة ذرية إيران وباكستان، قنابل ضد إسرائيل، ونهتف كما هتفنا في طهران مار جبار إسرائيل، مار جبار أمريكا، ونقول لابد من تكاتفنا، لأن السنة والشيعة جناح الإسلام، وإذا حاول واحد أن يغرس بذور الفتنة وأن يقف حائلا دون وحدة هذه الأمة فإنه آثم 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 آثم.